أكبر تحدي إلي يعني أنا أولادي بعدهم صغار وبدي أحاول إني أربيهم ويتعلموا كمان. غلت ذاكرتي إنه أنا شو هو الشيء اللي بقدر أشتغله بحيث إني ما أطلع برات البيت وأضل مع الأولاد أحميهم وأدير بالي عليهم. فدارت ببالي الفكرة هاي اللي كنت متعلمتها قبل بالمدرسة. المحجبات مفروض إنه يكون في شيء رفع الحجاب غير الشعر. في المدارس اللي خصصها جلالة الملك عبد الله الثاني للسوريين فبيداوموا بعد الظهر بعد الدوام الأطفال الأردنيين. الحمد لله يعني في شوية اهتمام، الحمد لله هم بالمدرسة يعني.